أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي حا وحدثنا زهير بن حرب وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو رواية: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حسين عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي واللفظ له حدثنا خالد يعني بن عبد الله الطحان عن حسين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لابي ما قال؟ قال كلهم من قريش. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كلهم من قريش. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها. فقلت لابي ما قال فقال كلهم من قريش حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن داوود عن الشعبي عن جابر بن سمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر عزيزا الى اثني عشر خليفه قال ثم تكلم بشيء لم افهمه فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون حا، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، واللفظ له، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن جابر بن سمرة قال: انطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى اثني عشر خليفه فقال كلمه ضمنيها الناس فقلت لابي ما قال قال كلهم من قريش حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال كتبت الى جابر بن سمره مع غلام نافع ان اخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب الي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعه عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش. وسمعته يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر نحو حديث حاتم. حدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه: عن ابن عمر قال: حضرت ابي حين اصيب فاثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقال راغب وراهب قالوا استخلف فقال اتحمل امركم حيا وميتا لوددت ان حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابا بكر وان اترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد والفاظهم متقاربه قال اسحاق وعبد اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري اخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على حفصه فقالت اعلمت ان اباك غير مستخلف قال قلت ما كان ليفعل قالت انه فاعل قال فحلفت اني اكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم اكلمه قال فكنت كانما احمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسالني عن حال الناس وانا اخبره قال ثم قلت له اني سمعت الناس يقولون مقاله فاليت ان اقولها لك زعموا انك غير مستخلف وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رايت ان قد ضيع فرعايه الناس اشد قال فوافقه قولي فوضع راسه ساعه ثم رفعه الي فقال ان الله عز وجل يحفظ دينه واني لئن لا استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وان استخلف فان ابا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الاماره فانك ان اعطيتها عن مسألة أكلت اليها، وان اعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حا وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني ابو برده قال قال ابو موسى اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يساري فكلاهما سال العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل قال وكاني انظر الى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده ولكن اذهب انت يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل والقى له وساده واذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس نعم قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر القيام من الليل فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي شعيب بن الليث حدثني الليث بن سعد حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيره الاكبر عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله الا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر القرشي عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، يعني ابن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة. قال أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا ان كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج الى النفقه فيعطيه النفقه فقالت اما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي ان اخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعيه على بيت بعلها وولده وهي مسؤوله عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حا. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل، قالا حدثنا حماد بن زيد، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، جميعا عن أيوب، حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب حدثني اسامه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع قال ابو اسحاق وحدثنا الحسن بن بشر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وزاد في حديث الزهري قال: وحسبت انه قد قال: الرجل راع في مال ابيه، ومسؤول عن رعيته. وحدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب، اخبرني عمي عبد الله بن وهب، اخبرني رجل سماه: وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت ان لي حياه ما حدثتك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث ابي الاشهب وزاد قال الا كنت حدثتني هذا قبل اليوم قال ما حدثتك او لم اكن لاحدثك وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل اني محدثك بحديث لولا اني في الموت لم احدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنه وحدثنا عقبه بن مكرم العمي حدثنا يعقوب بن اسحاق أخبرني سوادة بن أبي الأسود حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد فقال اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمه فاياك ان تكون منهم فقال له اجلس فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخاله إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان حا وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن أبي حيان، وعمارة بن القعقاع، جميعا عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني بن زيد عن ايوب عن يحيى بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه ايوب وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، وابن أبي عمر، واللفظ لأبي بكر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا والذي نفس محمد بيده لا ينال احد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبيه رجلا من الازد على الصدقه فجاء بالمال فدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هديه اهديت لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي. قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأثبية فلما جاء حسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه. الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامه فلاعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء او بقره لها خوار او شاه تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع اذني وحدثنا ابو كريب حدثنا عبدة وابن نمير وابو معاوية حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الاسناد وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال ابو اسامة وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا ياخذ احدكم منها شيئا وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع اذناي وسلوا زيد بن ثابت فانه كان حاضرا معي وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو ابو الزناد عن عروه بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقه فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا اهدي الي فذكر نحوه قال عروه فقلت لابي حميد الساعدي اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه الى اذني. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، عن قيس بن ابي حازم، عن عدي بن عميره الكندي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه. كان غلولا ياتي به يوم القيامه قال فقام اليه رجل اسود من الانصار كاني انظر اليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا اقوله الان من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي ومحمد بن بشر حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا ابو اسامه، قالوا حدثنا اسماعيل بهذا الاسناد بمثله. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، اخبرنا الفضل بن موسى حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا ابن عيينه عن ابي الزناد بهذا الاسناد، ولم يذكر: ومن يعصي الامير فقد عصاني. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبره قال: حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا مكي بن ابراهيم، حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب: ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء وحدثني ابو كامل الجحدري حدثنا ابو عوانه عن يعلى بن عطاء عن ابي علقمه قال حدثني ابو هريره من فيه الى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا، وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديثهم. وحدثني ابو الطاهر، اخبرنا ابن وهب عن حيوه، ان ابا يونس مولى ابي هريرة حدثه، قال: سمعت ابا هريره يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من اطاع الامير ولم يقل اميري وكذلك في حديث همام عن ابي هريره وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبه بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثره عليك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كُريب. قالوا حدثنا ابن إدريس عن شُعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا اسحاق اخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبه عن ابي عمران بهذا الاسناد وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الاطراف. وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي عمران بهذا الاسناد. كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الاسناد، وقال: عبدا حبشيا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الاسناد، وقال: عبدا حبشيا مجدعا وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن أو بعرفات وحدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن زيد بن ابي انيسه عن يحيى بن حصين عن جدته ام الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الاخرون انا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين ارادوا ان يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها الى يوم القيامه وقال للاخرين قولا حسنا وقال لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو سعيد الاشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه واستعمل عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا فاغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال اوقدوا نارا فاوقدوا ثم قال الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم الى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عباده بن الوليد بن عباده عن ابيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وحدثناه ابن نمير حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس حدثنا ابن عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جناده بن ابي اميه قال دخلنا على عباده بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا اصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا والا ننازع الامر اهله قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان حدثنا ابراهيم عن مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به فان امر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك اجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات القزاز، عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن براد الاشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم، قالا: اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش حا. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واللفظ له. حدثنا جرير عن الاعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون بعدي اثره. وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخلت المسجد فاذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبه والناس مجتمعون عليه فاتيتهم فجلست اليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتنه فيرقق بعضهم بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليات الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر فدنوت منه فقلت له انشدك الله انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهوى الى اذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته اذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاويه يامرنا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعه ثم قال اطعه في طاعه الله واعصه في معصيه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج، قالوا حدثنا وكيع حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر. حدثنا يونس بن ابي اسحاق الهمداني حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه الصائدي قال رايت جماعه عند الكعبه فذكر نحو حديث الاعمش حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن اسيد بن حضير ان رجلا من الانصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبه بن الحجاج عن قتاده قال سمعت انسا يحدث عن اسيد بن حضير ان رجلا من الانصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنيه عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه، حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، وقال: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُملوا، وعليكم ما حُملتم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول سمعت حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم فقلت فان لم تكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وحدثني محمد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا يحيى بن حسان حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى وهو ابن حسان حدثنا معاويه يعني ابن سلام حدثنا زيد بن سلام عن ابي سلام قال قال حذيفه بن اليمان قلت يا رسول الله انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قال قلت كيف اصنع يا رسول الله ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، حدثنا غيلان بن جرير عن ابي قيس بن رياح عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميته جاهليه، ومن قاتل تحت رايه عمية يغضب لعصبة او يدعو الى عصبة او ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري: حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ثم مات مات ميته جاهليه ومن قتل تحت رايه عميه يغضب للعصبه ويقاتل للعصبه فليس من امتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير بهذا الإسناد أما ابن المثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأما ابن بشار فقال في روايته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الجعد، حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من اميره شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميته جاهليه. حدثنا هريم بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر قال سمعت ابي يحدث عن ابي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية او ينصر عصبية فقتلة جاهلية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد. عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه لا حجه له، ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. وحدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ليث عن عبيد الله بن ابي جعفر، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن مهدي حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر حدثني ابو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن زياد بن علاقه قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان وحدثنا أحمد بن خراش حدثنا حبان حدثنا أبو عوانة حا وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المصعب بن المقدام الخثعمي حدثنا إسرائيل حا وحدثني حجاج حدثنا عالم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقه عن عرفجه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان في حديثهم جميعا فاقتلوه. وحدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا يونس بن ابي يعفور عن ابيه عن عرفجه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وحدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي حدثني أبي عن قتاده حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما صلوا اي من كره بقلبه وانكر بقلبه وحدثني ابو الربيع العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبه بن محصن عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك غير انه قال فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وحدثناه حسن بن الربيع البجلي، حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن ام سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، الا قوله، ولكن من رضي وتابع لم يذكره. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرضه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما اقاموا فيكم الصلاه واذا رايتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعه حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق حين حدثني بهذا الحديث آه الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا او سمعت هذا من مسلم بن قرضه يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال اي والله الذي لا اله الا هو لا سمعته من مسلم بن قرضه يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد، وقال: رزيق مولى بني فزارة، قال مسلم: ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرضة عن عوف بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر، قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي ثمرة، وقال: بايعناه على أن لا نفر. ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا حجاج عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مئة فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة، وهي سمرة، فبايعناه، غير جد ابن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وحدثني ابراهيم بن دينار حدثنا حجاج بن محمد الاعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج واخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يسال هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم به الحليفه فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجره إلا الشجرة التي بالحديبية قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألفا وخمسمائة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم، حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش حدثني سالم بن ابي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال الفا واربعمائه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عمرو يعني ابن مرة حدثني عبد الله بن أبي أوفا قال كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة وكانت أسلم ثمن المهاجرين وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الاعرج عن معقل بن يسار قال لقد رايتني يوم الشجره والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وانا رافع غصنا من اغصانها عن راسه ونحن اربع عشره مئه قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على الا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الاسناد. وحدثناه حامد بن عمر حدثنا ابو عوانه عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان ابي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجره. قال: فانطلقنا في قابل حاجين، فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا أبو أحمد، قال: وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد، حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب عن أبيه. أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم اتيتها بعد فلم اعرفها وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمه بن الاكوع قال قلت لسلمه على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت وحدثناه اسحاق بن ابراهيم، حدثنا حماد بن مسعده، حدثنا يزيد عن سلمه بمثله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، قال: اتاه ات فقال: هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت، قال لا ابايع على هذا احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد، عن سلمة بن الاكوع انه دخل على الحجاج فقال يا ابن الاكوع ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو حدثنا محمد بن الصباح ابو جعفر حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابايعه على الهجرة، فقال: ان الهجرة قد مضت لاهلها ولكن على الاسلام والجهاد والخير. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن ابي عثمان قال: اخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت باخي ابي معبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايعه على الهجره قال قد مضت الهجره باهلها قلت فباي شيء تبايعه قال على الاسلام والجهاد والخير قال ابو عثمان فلقيت ابا معبد فاخبرته بقول مجاشع فقال صدق حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الاسناد قال فلقيت اخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر ابا معبد حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حا وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل كلهم عن منصور بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين. عن عطاء عن عائشه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروا وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي حدثني ابن شهاب الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي انه حدثهم قال حدثني ابو سعيد الخدري ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال ويحك ان شان الهجره لشديد فهل لك من ابل قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي بهذا الاسناد مثله، غير انه قال: إن الله لن يترك من عملك شيئا، وزاد في الحديث: قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن: قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط غير انه يبايعهن بالكلام قالت عائشه والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط الا بما امره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر، قال ابو الطاهر اخبرنا، وقال هارون حدثنا ابن وهب، حدثني مالك عن ابن شهاب. عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بيعتك. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، واللفظ لابن أيوب. قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر اخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يقول لنا فيما استطعت حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربع عشره سنه فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشره سنه فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفه فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، حا. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن أربعة عشرة سنة فاستصغرني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا قتيبة حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو قال أيوب فقد ناله العدو وخاصمكم به حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا، حا، وحدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن ايوب، حا، وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك، اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، جميعا عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عليه والثقفي فاني اخاف وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافه ان يناله العدو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حا وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل. قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ايوب حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حا وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حا وحدثني علي بن حجر واحمد بن عبده وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة يعني بن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن عليا قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بالفرس المسجد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير. حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا زكرياء عن عامر عن عروه البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حُصَيْنَ عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواص الخيل قال فقيل له يا رسول الله بمذاك قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حسين بهذا الاسناد غير انه قال عروة بن الجعد حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابي الاحوص حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقده عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل وحدثنا محمد بن نمير حدثنا أبي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال ان يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، او في يده اليمنى ورجله اليسرى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حا وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، جميعا عن شعبة، عن عبد الله بن يزيد النخعي. عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهادا في سبيلي وايمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن ان ادخله الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمه والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون سعه ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأُقتل، ثم أغزو فأُقتل، ثم أغزو فأُقتل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قالا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم احد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامه كهيئتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرف عرف المسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عن شعبه عن قتاده وحميد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها انها ترجع الى الدنيا ولا ان لها الدنيا وما فيها الا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتاده قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وان له ما على الارض من شيء غير الشهيد فانه يتمنى ان يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعوه قال فاعادوا عليه مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه وقال في الثالثه مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. حدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة. حدثنا معاويه بن سلام عن زيد بن سلام انه سمع ابا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما ابالي ان لا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اسقي الحاج وقال اخر ما ابالي ان لا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام وقال اخر الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا اصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعه ولكن اذا صليت الجمعه دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فانزل الله عز وجل اجعلتم سقايه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر الايه الى اخرها وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا معاويه اخبرني زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي توبه حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغدوه يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوه او روحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا ابن ابي عمر حدثنا مروان بن معاويه عن يحيى بن سعيد عن زكوان بن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان رجالا من امتي وساق الحديث وقال فيه: ولا روحة في سبيل الله او غدوة خير من الدنيا وما فيها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وزهير بن حرب واللفظ لابي بكر واسحاق قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت ابا ايوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك اخبرنا سعيد بن ابي ايوب وحيوه بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال فقام رجل فقال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لذلك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت ان قتلت في سبيل الله بمعنى حديث الليث وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حا قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد احدهما على صاحبه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فقال أرأيت إن ضربت بسيفي بمعنى حديث المقبري. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري، حدثنا المفضل يعني ابن فضاله عن عياش وهو ابن عباس القتباني، عن عبد الله بن يزيد ابي عبد الرحمن الحبولي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سعيد بن ابي ايوب، حدثني عياش بن عباس القتباني، عن ابي عبد الرحمن الحبولي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين". حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية، حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير وعيسى بن يونس، جميعًا عن الأعمش، حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله هو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما انا قد سالنا عن ذلك فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا قالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما راوا انهم لن يتركوا من ان يسالوا قالوا يا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مره اخرى فلما راى ان ليس لهم حاجه تركوا حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزه عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس افضل فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن ابن شهاب بهذا الاسناد فقال: ورجل في شعب ولم يقل ثم رجل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن بعجه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعه او فزعه طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه او رجل في غنيمه في راس شعفه من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاوديه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين ليس من الناس الا في خير وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله، وقال: عن بعجة بن عبد الله بن بدر، وقال: في شعبة من هذه الشعاب، خلاف رواية يحيى. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قالوا حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن بعجه بن عبد الله الجهني عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي حازم عن بعجه وقال في شعب من الشعاب حدثنا محمد بن ابي عمر المكي حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه فقالوا كيف يا رسول الله قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق. اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيلج الجنه ثم يتوب الله على الاخر فيهديه الى الاسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي، حدثنا ابو اسحاق الفزاري، ابراهيم بن محمد، عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه، عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر احدهما الاخر. قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائدة حا وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كُريب. قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود الأنصاري. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس بن مالك ان فتى من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فمرض فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر، قال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب، وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا حدثنا ابو الربيع الزهراني حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن عليا عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما. وحدثنيه اسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني أبو سعيد مولى المهري حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الاسناد مثله وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهري عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير؟ كان له مثل نصف أجر الخارج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمه نساء المجاهدين على القاعدين كحرمه امهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله فيخونه فيهم الا وقف له يوم القيامه فياخذ من عمله ما شاء فما ظنكم وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. وحدثناه سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب، عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد، فقال: فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه سمع البراء يقول في هذه الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها. فشكى اليه ابن ام مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء". وقال ابن بشار في روايته: "سعد بن إبراهيم" عن أبيه، عن رجل عن زيد بن ثابت". وحدثنا أبو كُريب: "حدثنا ابن بشر عن مسعر: "حدثني أبو إسحاق عن البراء". قال: "لما نزلت، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. كلمه ابن ام مكتوم فنزلت غير اولي الضرر. حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد. اخبرنا سفيان عن عمر سمع جابرا يقول قال رجل اين انا يا رسول الله ان قتلت؟ قال في الجنه. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن زكريا عن ابي اسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت الى النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي حدثنا عيسى يعني بن يونس عن زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا واجر كثيرا حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد والفاظهم متقاربه قالوا حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان وهو ابن المغيره عن ثابت عن انس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسه عينا ينظر ما صنعت عير ابي سفيان فجاء وما في البيت احد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ما استثنى بعض نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال ان لنا طلبه فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستاذنونه في ظهرانهم في علو المدينه فقال لا الا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سبقوا المشركين الى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قال يقول عمير بن الحمام الانصاري يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال نعم قال بخن بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله الا رجاءه ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها فاخرج تمرات من قرنه فجعل ياكل منهن ثم قال لئن انا حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله قال فرما بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبه بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبه حدثنا وقال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل ان يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال واتى رجل حراما خال انس من خلفه فطعنه برمح حتى انفذه فقال حرام فزت ورب الكعبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ان اخوانكم قد قتلوا وانهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت قال: قال انس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال فشق عليه قال اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وان اراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما اصنع قال فهاب ان يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهاً لريح الجنة أجده دون أُحد. قال: فقاتلهم حتى قُتل. قال: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته: عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت اخي الا ببنانه ونزلت هذه الايه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون انها نزلت فيه وفي اصحابه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعري ان رجلا اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى، فهو في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء. قال إسحاق أخبرنا: وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي موسى قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعه فذكر مثله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حميه قال فرفع راسه اليه وما رفع راسه اليه الا انه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا ابن جريج، حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن ابي هريرة فقال له ناتل اهل الشام: ايها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القى في النار وحدثناه علي بن خشرم اخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن ابي هريره فقال له ناتل الشامي وقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الله بن يزيد ابو عبد الرحمن حدثنا حيوه بن شريح عن ابي هانئ عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم. حدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني أبو هانئ، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم». حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث حا وحدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حمد بن زيد حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حا وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن المبارك حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه، وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمه، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو لم تصبه. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر: أخبرنا، وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني أبو شريح. أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الانطاكي اخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبه من نفاق قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد غير ان في حديث وكيع الا شركوكم في الاجر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام حرام تحت عباده بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاطعمته ثم جلست تفلي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسره او مثل الملوك على الاسره يشك ايهما قال قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن ام حرام وهي خاله انس قالت اتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بابي انت وامي قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة فقلت تدع الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم قال ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال مثل مقالته فقلت ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزا في البحر فحملها معه فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يتبسم، قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر، ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك يقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ملحان خاله انس فوضع راسه عندها وساق الحديث بمعنى حديث اسحاق بن ابي طلحه ومحمد بن يحيى بن حبان حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا ليث يعني بن سعد عن ايوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأُمن الفتان. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح، عن عبد الكريم بن الحارث، عن أبي عبيدة بن عقبة، عن شرحبيل بن السمط، عن سلمان الخير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن ايوب بن موسى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسه، المطعون والمبطون، والغرق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه، عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم اشهد على ابيك في هذا الحديث انه قال والغريق شهيد وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد عن سهيل بهذا الاسناد مثله غير ان في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم اشهد على اخيك انه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل بهذا الاسناد، وفي حديثه قال: اخبرني عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح وزاد فيه: والغرق شهيد. حدثنا حامد بن عمر البكراوي. حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمره قالت قلت بالطاعون قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم وحدثناه الوليد بن شجاع حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الاسناد بمثله. حدثنا هارون بن معروف اخبرنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي ثمامة بن شفي انه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إن القوة الرمي وحدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه وحدثناه داود بن رشيد حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابي علي الهمداني قال سمعت عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسه: وما ذاك؟ قال: انه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى. حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع وعبده كلاهما عن اسماعيل بن ابي خالد حا وحدثنا ابن ابي عمر واللفظ له حدثنا مروان يعني الفزاري عن اسماعيل عن قيس عن المغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من امتي ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا ابو اسامه حدثني اسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال. قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هانئ حدثه: قال سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر وهو ابن برقان، حدثنا يزيد بن الأصم، قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، حدثني عبد الرحمن بن شماسه المهري قال كنت عند مسلمه بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق هم شر من اهل الجاهليه لا يدعون الله بشيء الا رده عليهم فبينما هم على ذلك اقبل عقبه بن عامر فقال له مسلمه يا عقبه اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبه هو اعلم واما انا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابه من امتي يقاتلون على امر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تاتيهم الساعه وهم على ذلك فقال عبد الله اجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبه من الايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعه حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن داود بن ابي هند عن ابي عثمان عن سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة". حدثني زهير بن حرب: "حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه". عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض". وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو مصعب الزهري، ومنصور بن ابي مزاحم وقتيبة بن سعيد، قالوا حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له، قال قلت لمالك حدثك سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه. فاذا قضى احدكم نهمته من وجهه فليعجل الى اهله قال نعم حدثني ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق اهله ليلا وكان ياتيهم غدوه او عشيه وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال كان لا يدخل حدثني اسماعيل بن سالم حدثنا هشيم أخبرنا سيار حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء. كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلى فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة. وتمتشط الشعثه. وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا روح بن عباده، حدثنا شعبه، حدثنا سيار بهذا الاسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبه عن عاصم عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طرقا. وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلى يتخونهم او يلتمس عثراتهم. وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الاسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا ادري في هذا الحديث ام لا يعني ان يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، قالا جميعا، حدثنا شعبة عن محارب، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر يتخونهم او يلتمس عثراتهم